لها الفرحة على جبينا. عرسك يا الغالي يا الأمير أحسن زغر ودي بيتنا من متشم أحسن. عرسك يا الغالي يا الأمير أحسن زغر ودي بيتنا منك يا أم أحسن. ابن الحانون سيدي عبد الله يا ابن الهواشم يحميك الله. عقب الهاشم من بعدك يا حسين وتزيد الفرحة الفرحة بفرحتين. ست العرايس رجوك اني لقيتي ست العرايس رجوك اني لقيتي يا ام حسين مبارك ما عملتي قيلو يا ام حسين مبارك ما عملتي قيلو. عريس قولوا لها قولوا لها لا أم حسين قولوا لها. يعني يعطيك العافية على هذا العمل. بالفعل يعني بمجرد ما نسمع الأغنية هيك بتدخل الفرحة على قلوب، وهي بالفعل مناسبة حلو إنه نستثمرها لأن ندخل الفرحة على قلوب الجميع وعلى قلوب كل الأردنيين. اليوم عيسى يعني حضرتك موجود معنا حتى نحكي أيضا عن أغانيك وأعمالك الجديدة، ولكن دائما يعني في هيك دائما سؤال بيكون موجود بإنه قدي إحنا كأردنيين بنعشق الأغنية الوطنية وبنحب الأغنية الوطنية. يمكن مرات الأغاني الوطنية مش متعودين بشعوب أخرى أو بمناطق أخرى إنها تكون موجودة بكل مناسباتهم، بينما إحنا بالأعراس منحطها، بكل حفلات النجاح منحطها، بكل مناسبة لأن فيها فرح لازم الأغنية الوطنية تكون طاغية. لأنه الأغنية الوطنية ستي تعطيك الدافع والحماس دائما. أنا أغانينا يعني أغنية وطنية بس بتكون لها في لها رونق خاص، لها يعني خلص بتشعري بانه هسه الان اكتملت الفرحه معي. ليش؟ لانه الاردنيين احنا وين ما نروح يعني سواء يعني حتى لما نطلع نمثل بلدنا برا، لما لفينا مثلا على استراليا وعلى امريكا وعلى الامارات، حتى لو المناسبات خاصه فيهم ندخل الاغاني الوطنيه، لانه احنا كمطربين او كفنانين بنشعر الان انه احنا نفذنا المهمه لما تدخل الاغاني الوطنيه، لانه اغاني حماسيه. بعدين شو بدنا احسن من ما نغني لوطننا ولبلدنا ولسيدنا؟ بالعكس يعني انت بالنهايه بتغني لاب وام. الاب سيدنا الله يطول عمره، والام جلاله الملكه يعني وسمو ولي العهد. يعني العرس مناسبه العرس اللي احنا داخلين فيها كمان يعني هو عرس وطني بالنهايه. يعني شو ما نغني وشو ما نقدم هو عرس للجميع، ففرحه وطنيه، فالاغاني الوطنيه لازم تحضر. صح، احنا تربينا على هاي المحبه، واتوقع كل شخص في موقعه كفنان وغيره بيقدم محبته بطريقته وبتكون نابعه من القلب وصادقه. اكيد
عيسى بدي اسالك هلا، هاي الزفه اللي سمعناها الف مبروك طبعا، وهي من يعني اول الاعمال اللي بدينا نتابعها ونسمعها بمناسبه زفاف سمو ولي العهد، مزبوط؟ فانت نعم كنت ايضا سباق بهاي الفكره. هو الفكره فكره العرس انا يعني سبق وحكيت بعده لقاءات يعني نعم. اجروها مع الصحفيين انه هي المناسبه كانت مناسبه مش بس لسمو ولي العهد، مناسبه لاخوي الكبير. يعني أنا سمو ولي العهد يعني خلص الفرحة والعرس والتجهيز كل هذا مرافقني كان طول شهر رمضان. من شهر رمضان وأنا يعني أتجهز لهذه المناسبة وأبحث على كلام معين يكون من بساطة الناس اللي بتحبه. شوفي أنه يعني سمو ولي العهد أنا كمان يعني تقابلت أني وغنيت يعني بالحفلة اللي أقاموها الجيش. نعم. من ليلة السمر. ليلة السمر من 10 أيام. قديش كمية التواضع اللي موجودة فيه. نعم. قديش كمية الكلام اللي أنا سمعته من سمو ولي العهد يعني كلام عن جد الواحد بيقشعر منه، لأنه لما يجي يقول لي يعني شكرا لكم أنكم فرحتوني، يعني قديش البساطة اللي موجودة عند سمو بساطة التواضع هذا نهج. يعني أنا كنت أدور على كلام بناسب البساطة اللي عايشين فيها سمو ولي العهد وجلالة سيدنا وجلالة الملكة الهاشمية، يعني عامة بسيطين وعلم أصلا هم علمونا البساطة. صحيح. أخذنا البساطة منهم. نعم. كل الناس دائما يعني بتفتخر وبتكون مبسوطة بهذه العلاقة اللي بتجمع القيادة مع الشعب. يعني جداً. بالأردن إحنا نمثل صراحة عائلة عائلة. نعم. عائلة. يعني أنا بتفرج بالصدفة امبارح على فيديو على السوشيال ميديا، جلالة سيدنا الله طول عمره نازل على باع تبع بسطة تبع خضرة بسلم عليه وقال شوف كمية البساطة. نعم. هون بتحس بالأمان والراحة. صح. بالديمقراطية اللي موجودة عندنا. نعم. بالحرية اللي منطينها للشعب. يعني أقول لك والله إحنا محسودين. الله يحميهم. الله يحميهم ويحمينا من العين الحسد. آمين. طيب لما نحكي عيسى كمان عن هاي الأغنية، نعرف كلمات الألحان التوزيع لهاي الأغنية، تحكي لنا هيك تفاصيل عنها. طبعا هي الأغنية من كلماتي، يعني عديت الكلام، هو الكلام يعني يعني بسموه محكي. يعني هو بس إنك أنت يعني أدرته أنا بطريقتي. واللحن معروف، يعني لحن ردي شعراتك اللي كل الناس تعودت عليه. نعم. ولحن يا أم حسين مبارك عليك. كمان من الألحان التراثية المعروفة بالزفات الأردنية، يعني قربت الفكرة أكثر. عشت المناسبة من الحاد يعني من العرس سمو الأميرة إيمان. جميل. لما أنا تفرجت شفت شلون الأجواء والطقوس، شفت جلالة سيدنا كيف عايش دور الأب، وشفت جلالة الملك كيف عايش دور الأم، وشفت سيد حسين كيف لما دخل هو سمو الأمير إيمان. يعني أنا أخذت اللقطات وجمعتها بفكري وعشت الخيال فيها بمحالي، وتالحد ما جمعت الكلام واشتغلناها على الألحان المعروفة لردي شعراتك والألحان الزفات المعروفة. هي كانت كمان من توزيع الأستاذ خالد العلي، وكان عمل فيها سولو بزق له كمان استاذ بهجة علي، يعني كله قافية علي. بدعته. عيسى قبل ما ننتقل لمحور ثاني ونحكي عن اعمالك القادمه، انت ايضا رح يكون في لك مشاركه غدا ان شاء الله. غدا رح اكون بمدينه الحسن للشباب باربد. رح اكون انا والفنان يحيى سويس، طبعا موجه له شكر، وبدي ابارك لك كمان دانا الأستاذ طوني يعني بالزفة الحلوة كمان. يعني أستاذ طوني كمان بحبه بالروح الخاصة، يعني بوجه له كمان شكر من خلالكم. كلك ذوق عيسى. الله يسعدك. إن شاء الله رح أكون بمدينة الحسن بإربد إن شاء الله الساعة 5 رح تنطلق الفعالية. حلو. رح أكون يعني فعاليات للأطفال وللعائلات، وإحنا إن شاء الله يعني بدورنا كفنانين يعني رح نحتفل بأكبر طاقة إن شاء الله رح نستقبلها بكرة إن شاء الله، لأنه هذا هو اليوم اللي بننتظر فيه من أشهر. صح. مش من يوم. صح. من أشهر من لما. نعم. أعلن سمو ولي العهد. صح. مناسبة الخطوبة وإحنا نتجهز لهذا اليوم. لهذا العالم كله. الطاقة كلها إن شاء الله غير تطلع، وتشوفي كيف إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونبسط إن شاء الله الجماهير. أمين. والعائلات بكل المحافظات طبعا. أمين أكون. أمين. وبالفعل يمكن هي هاي الخطة الموجودة بأنه بكذا محافظة رح يكون في مجموعة من الاحتفالات، حتى بالفعل كل الأردنيين مع كل هاي المشاعر الموجودة، مشاعر الفرح بأنه ابننا أخونا موجود وعم بتزوج، وهذا عرسه ويوم زفافه، اليوم الحلو والسعيد كلياتنا نحتفل فيه كأردنيين.
الفنانين. ولكن عيسى بدنا نبلش الاجواء من اليوم، احنا مش عندنا في تعاليل طبعا، نبلش التعاليل خلينا نعمل تعليل اليوم لسمو ولي العهد، نبلش باغنيه حابين نسمع صوتك. هلا يا عين ابونا وضوي ديوانا، وهلا يا واسط للبيت والاشراف عمدانا، وهلا يا عين ابونا وضوي ديوانا، والله 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 بنحبك يا سيدنا، ونحب ولي العهد عونه سند قايدنا، عونه سند قايدنا، واحنا الأردنيين من العالم محسودين، لأنه عنا مليك شايلنا جوا العين، شايلنا جوا العين، وتسلم لنا عبد الله يا وجه السعد، تسلم لنا عبد الله يا وجه السعد، ويسلم لنا الحسين ولي العهد، ويسلم لنا الحسين ولي العهد. الله عليك الله عليك، تسلم هالصوت عيسى، وإن شاء الله يا رب دائما هذه البلد عمرانة بالمناسبات الحلوة. وأيضا كنت بمناسبة عيد الاستقلال احتفلت مع الجالية بالإمارات، دولة الإمارات كان في ترتيب مع ما بينه وبين الجالية الأردنية مع سعادة السفير نصار الحباشي، نوجه له شكر. نعم. أقمنا حفل بمناسبة الاستقلال بدولة الإمارات الشقيقة في أبو ظبي، يعني كان حفل كمان بسيط وحلو. نعم. حضروا تقريبا يعني 650 شخص من الشخصيات الجالية الأردنية. كان في لك أكثر من يعني زيارة وجولة سواء الدول العربية أو حتى في الولايات المتحدة، فحكي لنا عن هذا التفاعل، يعني هناك حرصهم وإخلاصهم للأغنية الأردنية بالفعل يعني يشهد له، فأدي حسيت هذا التقارب كمان مع الجمهور سواء الأردني أو العربي خارج الأردن؟ إحنا يعني بدوري كعيسى، أنا لما كنت أعمل جولة مثلا بأمريكا، لما كنت أروح يعني قديش أنبسط بشوفة الجالية الأردنية عامة بكل الولايات، يعني أكثر من ولاية لفيت، فكانوا أثناء الحفلات لما ألتقي بيهم كثير يعني يرجعوا لأجواء البلد، يرجعوا يعني يقولوا لي عيسى ذكرتنا بالوطن، ذكرتنا رجعتنا 20 و50 سنة لورا كمان. يعني المغتربين كثير ينبسطوا لما نروح نقدم الأغاني الأردنية والوطنية المعتادة والتراث الأردني، يعني قديش بكونوا متعطشين لهدانا. صح. وأكيد أنتوا تابعتوا لي يعني وشفتوا كيف بكونوا لهفتوا مع الفنان الأردني طبعا، يعني دائما أكيد يعني المغترب سبحان الله يعني بكون قديش متعلق ببلده، بكون قديش حاب يعيش الطقوس هاي، فلما نروح بتونس. صحيح صحيح، لما نروح بتونسوا بينا يعني، وحتى من اثناء اللقاءات بتلاقيهم قديش يتعزموا فينا. صح. والله بس بتماسكوا بينا، يعني يا ريت تيجي تزورنا، يا ريت كذا، يعني حرام يعني قد ما هم هيك متعطشين للبلد. مزبوط. يعني اكيد الاردن اغلى ما نملك وتراب الوطن غالي. صحيح صحيح، الله يحمي بلدنا واردننا ويحمي شعبنا اكيد وملكنا قائدنا. طيب زي ما ذكرت برا عم بحضرونا، ويمكن دائما برنامج دنيا دنيا هيك مشاهد من الخارج، بدنا كمان نرجع نحطهم بالاجواء باغنيه تختم فيها. وعيسى بيتابعنا دائما على الإعادة، عيسى بحضرنا على الإعادة. عادي لابد عنها هاي دائما، يا عيني عليك. بس هسا ليلك زغرت الزغروتة. أنا ما بعرف أزغرت ليلك، أنا ما بعرف أزغرت. لا بس مليحة، بس ليش احنا رح نختم على صوتك عيسى. بدنا نشكر كل من تابعنا في لقائنا اليوم ضمن دنيا دنيا، بكره رح نكون ايضا في تغطيه خاصه لهذا الزفاف المرتقب، ونشكر حضورك معنا عيسى، كل التوفيق لك ايضا بحفل الغد. ونختم على صوتك. تفضل. يسعد لي ياها وقلبها لرافيا، وين بدهم اياها وهي ما بدها خلافي،
يا قمر عالي تهواك من النجوم وبالظل غالي وبالقلب دايم دوم يسعد لي وقلبها لرافي بدهومي وهي ما بدها خلافي يا قمر علي تواكن النجوم وبالظل غالي وبالقلب دايم دوم.